مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم ودايما منورينا ومشرفينا على قناتكم قناه الاهلي واستادكم استاد الاهلي. يعني قبل ما اكلمكم في تفاصيل مباراه الامس الاهلي والترجي والبطوله الافريقيه والناس اللي زعلانه من كل حاجه بصراحه، يعني لازم اكلمكم في حاجه مهمه جدا. يعني الكلام ده انا بقوله علشان انا متعود ان انا اتكلم باللي بملا ضميري، متعود ان انا اتكلم للناس اللي بتسمع مش لاي حد تاني، واللي عايز يفهم يفهم واللي مش عايز يفهم اهلا وسهلا بيه برضو. امبارح وانا بقرا ردود الافعال على الفيسبوك لفت نظري بوست كاتبه الصحفي الكبير اللي انا بعتز بيه شخصيا وبحس ان انسان نقي، هو انسان نقي فعلا، الناقد الكبير ناقد الزملكاوي الاستاذ محمد سيف. انا هوريكم البوست اللي كاتبه ايه عشان لازم اتكلم عليه، وانا ما كنتش عايز اتكلم بس بصراحه انا لازم اتكلم واللي يحصل يحصل. يعني الاستاذ محمد كتب وقال: لحظه من فضلك، البوستات اللي هو متعود ان هو يكتبها لحظه من فضلك، انتظرت وتابعت التعليقات ووجدت الغالبيه ساخطه وغاضبه، وهناك من صب غضبه وسخطه على البدري واكرامي وازاره، ووصل الامر الى السب والاهانه. ده كلام الاستاذ محمد سيف، ولم يتحدث أحد ويصب غضبه على هؤلاء الذين ظلوا على مدى أسبوع قبل المباراة يتبادلون الاتهامات والسباب بسبب الانتخابات، ونسوا أن الفريق لديه مباراة مهمة تحتاج منهم إلى دعم معنوي للاعبين وتشجيع وتحفيز. لم يدعموا ولم يحفزوا، بل انقسموا إلى حزبين وكل حزب بما لديهم فرحون. ده كان البوست اللي كاتبه الأستاذ محمد سيف. بصراحة الكلام استفزني قوي، أنا قوي، إن أنا في قناة النادي الأهلي وفي قلبي كلام ومش قادر أقوله. يعني أنا مش قادر أقوله علشان دلوقتي الناس في فترة، إحنا في فترة ريبة، فترة أنت تتكلم هم بيحاولوا يخرصونا، لما نيجي نتكلم نقول الناس بتعمل، الناس بتعمل مش هتعمل، في فرق الناس بتعمل وفرق الناس هتعمل. لما بنيجي نقول الناس بتعمل كذا وكذا وكذا يقول لك أنت بتطبل، انت بتطبل للمهندس محمود طاهر. انا هتكلم بقى واللي يحصل يحصل واللي عايزه ربنا يكون. اصل انت لما اقول المهندس محمود طاهر بعمل ومش عارف ايه خبر يقول لك ده عبد الحميد حسن بيطبل. انا بطبل؟ هطبل لمين وهطبل ليه ليه؟ ده انا بقول لكم كل مره يا جماعه، اقسم بالله العظيم انا بتكلم بما يرضي الله، لان عارف ان كل كلمه بتطلع من لسان ربنا هيحاسبني عليها في ملكين قاعدين. كل كلمه بتطلع من لسان ربنا هيحاسبني عليها، وانا محدش يجرؤ يقول لي خد عشان تعمل، محدش يجرؤ يعمل معانا كده تحديدا. فما بالكوا اصلا الناس هنا، يعني لما نيجي نتكلم في حاجه يقول لي احنا عايزين نتكلم في كذا واللي انت شايفه قوله. ده اللي بيحصل. وساعات اقول لي يا جماعه لا، او ساعات يا جماعه اه، ويعني الدنيا يا جماعه بسيطه وسهله جدا، معقدين امور اللي عايزين تخرصونا ليه؟ وبعدين اللي يطلع يقول لك اتقوا ربنا في قناه الاهلي. اتقوا ربنا انتوا، اتقوا ربنا في ناديكوا انتوا اللي كبركوا وعملكوا بني ادمين اساسا. شوفوا انتوا قبل النادي الاهلي كنتوا ايه وبعد النادي الاهلي كنتوا ايه. اتقوا ربنا انتوا، اتقوا ربنا في الناس اللي بتكلموها، في الناس اللي بيصدقوكوا. والناس برضو عليهم برضو غلط كبير جدا ان هم بيسمعوا نفس الوشوش اللي بيقول لك الناس بتطبل في قناه النادي الاهلي. انا بطبل ليه؟ ما تشوفوا مين اللي بيطبل، ما تشوفوا مين اللي بتلون، ما تشوفوا مين اللي على كل لون يا بطسطه زي ما بيقولوا، ما تشوفوا مين اللي كان مع الثورة وبقى مع الإخوان وبقى مع السيسي وبقى مع مش عارف مين، ما تشوفوا مين اللي كده، ما تشوفوا مين الوشوش اللي بتلبس وبتركب وبتشيل وبتحط في ثانية. هو يا جماعة ده كل حاجة مكتوبة وكل حاجة متوثقة بفيديوهات وكل حاجة. الناس اللي سلموا جماهير النادي الأهلي تسليم أيادي دلوقتي، جماهير النادي الأهلي بالنسبة لهم حبهم وقلبهم وعينيهم وعشقهم وروحهم وكل حاجة. أنتوا بتنسوا ليه؟ اتقوا ربنا أنتوا في ناديكم، اتقوا ربنا في قناتكم أنتوا، اتقوا ربنا في جمهوركم. ليه عايزين تطلعونا كده؟ ليه عايزين تشوهوا سمعه الفريق؟ ليه عايزين تضغطوا على الفريق؟ ليه كل ما الفريق يجي يلعب في مباراه مهمه تدخلوه في متاهات تفصلوه اساسا؟ هو النادي لما بينجح هو المهندس محمود طاهر اللي بينجح؟ هو الكابتن خطيب اللي هينجح؟ هو المهندس حسن حمدي اللي هينجح؟ النادي الاهلي هو اللي هينجح. مش عشان نسقط ناس نروح موقعين فريق كوره. انا هقول الكلام وان شاء الله حتى امشي من النادي الاهلي النهارده من القناه، لكن انا هقول كل اللي في قلبي بما يرضي الله. انا ما فيش على راسي بطحه هخاف منها،
ولا حد يمسك على اي حاجه. الحمد لله طول عمري انسان نظيف جدا، ولا بيفرق معايا اي حاجه غير كلمه الحق وان انا بعامل ربنا، لان انا عندي ولاد بخاف جدا على كل مليم بدخله بيتي. لكن في ناس دلوقتي اكل عيشها الموسم بتاعها، لازم حسسونا النادي الاهلي دلوقتي انقسم نصين وحسسونا كده، وفعلا بقت حقيقه للاسف. الجمهور دلوقتي على السوشيال ميديا نص مع مش عارف مين ونص مع مش عارف مين، وربع فين وربع فين. انتوا عايزين ايه اصلا؟ بتوقعوا في النادي ليه؟ بتوقعوا في فريق الكوره ليه؟ انا مش عارف بصراحه، حاجه يعني تجنن. يعني انتوا احنا اللي نتقي ربنا؟ انتوا اللي تتقوا ربنا؟ والله العظيم اتقوا ربنا، وربنا ما يسيب ولا بيسيب. النادي الاهلي عملكم بني ادمين، وبقى عندكم فلل وعربيات وفلوس، عملنا كلنا بني ادمين. فمن حقه، من حقه ابسط حقوقه ان احنا نتقي ربنا فيه، نتقي ربنا في جمهوره اللي بيسمع وبتاثر. والجمهور برضه اعتبي ليكوا ان انتوا مش اي حد يقول لكم حاجه. عبد الحميد حسن بيطبل، بيطبل فيها يا جماعه؟ ما تجيبوا الحاجه اللي بيطبل فيها، ما الكلام اللي بقوله موثق في فيديوهات في كل حاجه. في ثانيه تعبوا نفسكم بس شويه وادخلوا، او انتوا قولوا للناس اللي بتنزل اخبار هو الراجل طبل في ايه. بطبل في ايه؟ بطبل ان انا سلمت جمهور النادي الاهلي دلوقتي بحبه وبعشقه؟ بطبل ان انا كنت مع مش عارف مين ودلوقتي مش عارف مين ودلوقتي؟ هم نفس الاشخاص، كل حاجه موجوده. دلوقتي السوشيال ميديا مليانه، لو دخلتوا من 20 سنه ورا هتلاقوا كل حاجه. يعني انا كنت بعتب على حد، خايف في يوم ان انا اتاسف له اقول له انا اسف ان انا كنت فاكرك بتشتم الناس كده. الظاهر ان انت عارف قيمه الناس الحقيقيه فعلا، وبيسكتوا وبيخرصوا اساسا، ما بيقدروش يردوا. لكن يردوا في واحد ما بيتكلمش، يردوا لما يكون في مصلحه. احنا مصلحتنا ايه يا جماعه؟ قولوا لي مثلا مصلحتنا احنا ايه؟ انا ولا فاروق ولا مش عارف، احنا في مصلحتنا ايه؟ انا مش عايز اقول لكم يعني تفاصيل، لكن احنا مصلحتنا ايه؟ مصلحتنا ايه ان احنا قاعدين فخورين ان احنا قاعدين في قناه النادي الاهلي وبنكلم جمهور الاهلي؟ هي دي مصلحتنا الوحيده. واتحداكم ان اي حد يقول لنا احنا مستفيدين باكتر من كده. وانا بالنسبه لنا احسن استفاده في الدنيا ان انا قاعد في قناه النادي الاهلي وبكلم جماهير النادي الاهلي، لان بكلمهم بضمير، بكلمهم بما يرضي الله. لكن الناس بقى اللي استفادوا وطلعوا وعملوا من ورا النادي الاهلي، اعملوا زي ما انتم عايزين، لكن ابسط حاجه اتقوا ربنا انتوا في جمهور النادي الاهلي. ما تشوهوش سمعه الفريق علشان توقعوا ناس. هو ده اللي بيحصل للاسف، هو ده اللي انا شايفه، هو ده اللي انا شايفه. ليه بنتكلم في موضوع انتخابات قبل الفريق ما يلعب مباراه مهمه جدا مع الترجي؟ هيتاثروا طبعا، هيتاثروا. انا طلعت قلت قبل كده الفريق ما بتاثرش علشان احافظ شويه، لكن بتاثر، الفريق بيتاثر. ازاي لما انا اقول انتخابات ومش عارف مين والمهندس محمود طاهر والكابتن محمود الخطيب وداخل لهم مش عارف مين، وانا عندي مباراه مهمه جدا؟ عارفين كلكم ان جمهور النادي الاهلي بيستناه، عارفين كلكم ان ده حلم النادي الاهلي، عارفين كلكم ان النادي الاهلي لما يخرج من البطوله دي اكيد هيقول اصل مجلس الاداره والناس اثرت والناس عملت. ما انتوا عارفين ان ده سبب اساسي، عشان كده بتحاولوا توقعوا الفريق. هو ده اللي بيحصل، وهي دي الحقيقه. واتحدى اي حد كده. وربنا اللي عالم بالنوايا، وربنا اللي عالم بالقلوب، وربنا عارف قلوبكم فيها ايه وضمايركم فيها ايه ونواياكم فيها ايه. فاتقوا ربنا انتوا، اتقوا ربنا انتوا. الكابتن الخطيب مش محتاج حد يتكلم عليه، الكابتن الخطيب عنده شعبيه وعنده جمهور وعنده حب وعنده كاريزما، مش محتاج اي حد يتكلم عليه ولا محتاج اي حد يساوم عليه. كذلك برضو المهندس محمود طاهر، الراجل عمل. ولما اقول الراجل عمل ما بطبلوش، لما اقول الراجل تولى من المسؤوليه وكانت في فتره كانت كل مصر مقلوبه فيها، وقف على النادي الاهلي وقفوا على رجليه، ما بطبلوش، عشان دي حقيقه وحصلت فعلا. ولا هو بيديني حاجه من جيبه، ولا يجرؤ اي حد يديني حاجه من جيبه عشان اتكلم كلام انا مش عايز اقوله. لما اقول المهندس محمود طاهر العاب الصالات خدناها والبطولات ماشيين فيها، يعني ماشيين فيها، هقول اه عمل الراجل. لما اقول عمل النادي كويس وعمل وعمل عمل، هو المهندس محمود طاهر هو اللي جه انشا النادي الاهلي؟ ده في 114 سنه للنادي الاهلي اتعملوا قبل كده. لكن بنقول زي ما المهندس حمدي عمل، المهندس حسن حمدي عمل، زي ما المراحل العظيم صالح سليم عمل، زي 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 زي. ايه المشكله يا جماعه؟ ايه التطبيل اللي انتوا شايفينه في كده؟ ايه التطبيل لما اقول لكم ان في واحد عمل حاجه انا بطبل له؟ لكن لما اطبل انا بقى اقول لكم ايه؟ ان في واحد هيعمل كذا. لما اقول لكم ان في مش عارف الجمهور ممكن يعمل كذا ويبقى حلو قوي. لما تشوفوني بسلم الجمهور يبقى انا كده بطبل. لما تشوفوني بستفيد، لما تشوفوني بطلع استفيد من كل، لما تشوفوني ناطط في اي مصلحه،
في التلفزيون هتلاقوني، في الراديو هتلاقوني، في المسرح هتلاقوني، في السيرك هتلاقوني، يبقى انا كده بطبل. لكن ايه التطبيل اللي احنا بنقوله يا جماعه؟ اتقوا ربنا، انتوا اتقوا ربنا فينا، انتوا عايزين تخرسونا ليه؟ عايزين تخلونا ليه مكمومين ليه؟ لما نقول المجلس بيعمل يبقى احنا كده بنطبل في ايه؟ هو احنا بنقول المجلس هيعمل، بنقول مجلس هيسحر لنا، بنقول مجلس السنه الجايه هيعمل كذا؟ ما احنا بنقول حاجات واقعيه، واعضاء النادي الاهلي وجماهيره يشوفوا، بس يشوفوا بما يرضي الله، ما تخلوش حد ياثر عليكم. انا بتكلم في فئه قليله جدا، انا اسف ان انا بقول كده، لكن انتوا بتخلوا حد يسوقكم للاسف. في فئه متساقه يقول لكم يمين يمين شمال شمال على طول على طول، مش عارف مين وحش وحش، مش عارف مين حلو الله حلو. مش دي اللي بيحصل، مش دي الحقيقه. كلفوا نفسكم، تعبوا نفسكم شويه في الخبر. انا لما اقول لكم مش عارف ابو تريك عمل ايه، كلفوا نفسكم اكتبوا ابو تريك عمل ولا ما عملش، هتلاقوا ابو تريك عمل ولا ما عملش، هتعرفوا ان انا كذاب ولا مش كذاب. لكن ايه التطبيل اللي احنا بنقول في حقيقه؟ الحقيقه تطبيل يا جماعه دلوقتي، ولا اللي لابسين وشوش هم اللي بتصدقوا دلوقتي؟ للاسف اللي لابسين وشوش هم اللي بتصدقوا دلوقتي. طالع انا اول ما رجعت على طول القناه بعد الحج، اول ما رجعت على طول سمعت او قريت مجلس اداره قناه النادي الاهلي بيحذر اي اعلامي فيه ان هو يتكلم على الكابتن محمود الخطيب، وهيبقى فيه عقوبات وهيبقى فيه ايقاف. اول ما جيت قلت يا جماعه الاسطوره النجم الكبير الكابتن محمود الخطيب بيرشح نفسه رسميا لانتخابات النادي الاهلي، محدش سجني ولا حد اتكلم. للاسف بقى طلعنا بالليل لقيت احد الاعلاميين الكبار بيقول تقوا ربنا في قناه النادي الاهلي، ازاي ما تتكلموش على الكابتن محمود الخطيب؟ ما احنا متكلمين يا جماعه، متكلمين يا جماعه، وقلنا يا جماعه الكابتن سيد عبد الحفيظ قناه النادي الاهلي ما تكلموش ولا فتحوا بقهم. وانا جايب الحاج عامر، قلت له يا حاج عامر ازاي وازاي وازاي اللي يطلع يشتم بتعجبوه ما تعجبوش، وازاي الكابتن سيد عبد الحفيظ تعجبوه، واعملوا رجاله على الكل. ما بتسمعوش الكلام ده يا جماعه، انتوا ما بتسمعوهوش. عارف بتسمعوا ايه؟ بتسمعوا واحد بقول لكم ايه، ده قناه الاهلي ما تكلموش، ما تكلموش، ده قناه الاهلي بنت كذا وبنت كذا، والاعلاميين بيطبلوا وتجيبوا له صورنا. اتقوا ربنا، اتقوا ربنا، ربنا ما بيسيبش، ربنا ما بيسيبش حد بيقذف الناس، اقسم بالله ما ربنا ما بيسيب، اقسم بالله كل جنيه بتدخلوه على بيوتكم ربنا ما هيسيبه، وهتلاقوه في ولادكم. ربنا رب قلوب مش رب ألسنة. اللسان سهل قوي يبقى متسلط، والوشوش سهل قوي انها تعيط وتبكي وتكشر وتفرح في ثانيه. ممثلين انتوا بتمثلوا على جمهوركم، اقسم بالله بتمثلوا على جمهوركم، لكن ربنا مش هيسيبكم. انا قلت اللي عندي وكان لازم اقول لكم كده، عشان انا زي ما قلت لكم ان انا بعامل ضميري وبعامل ربنا وبعامل ربنا فيكم. عايزين تصدقوا الكلام صدقوه، مش عايزين تصدقوا انتوا حرين. ما تخلوش حد يسوقكم، ما تخلوش وشوش تسوقكم، ما تخلوش ناس اتحرقت 60,000 مره لسه بتصدقوها لغايه دلوقتي، ما تخلوش حد يوقع النادي. اسندوه، اسندوه، فكروا كل حاجه مهمه بتحصل في فريق الكوره قبلها لازم يبقى فيه مشكله، لازم يبقى فيه مشكله عشان نوقع النادي، مش عشان نوقع مجلس الاداره. بتوقعوا في النادي مش بتوقعوا في مجلس الاداره، واللي ربنا عايزه في الاخر هيكون. اللي عايز لو ربنا عايز المهندس محمود طاهر رئيس النادي الاهلي هيكون، لو ربنا عايز الكابتن الكبير محمود خطيب هيكون، لو ربنا عايز حد ثالث هيكون. اتقوا ربنا انتوا في نفسكم وفي جمهوركم اللي بيسمعكم. فاصل عشان استقبل ضيوفنا الكرام الكابتن ناصر عباد، فاصل وارجع لكم.